في حياة كل إنسان يرنو إلى الحب ويريد أن يتذوق طعم الحب. ما معنى الكمال والجمال والنوال؟ مقامات الحب. الإنسان بطبيعته يحب الجمال والكمال والنوال، عندها أقول نعم هذا هو حبنا، سلمي قلبك لله، وبطبيعته أنه يتعلق بكل كامل. فانظري إلى هذا التعلق، إما لجمال أو كمال أو نوال، هذا هو الحب.